طيب نكمل بقى شويه. دلوقتي احنا كده هرجع بقى تاني عشان بس برضه ما نتوهش. احنا اتكلمنا على برنسبل اسمه ايه؟ ريدندنسي انفيرجن برنسبل، وده كان الديفينيشن بتاعه ان الهاي اند ليفل موديولز، هاي ليفل الموديولز شود ديبند اون لو ليفل موديولز، فورس شود ديبند اون ابستراكشن. ده هو الديفينيشن بتاع البرنسبل دوت. وشرحنا امثله زي كده الكيبورد والريدر، وبعدين اتكلمنا على الانفيجن اوف كنترول، وقلنا ان هو سيم لايك ديبندنس انفيجن، بس الايديا ديت اللي اتكلم عليها كان واحد اسمه مارتن كولر، ودي بتميت في الاخر البرنسبل دوت. وقسم الحاجه الانترفيس انفيجن فلو اند ديبندنسي، او انا سميتها انترفيس وفلو وكريشن. تمام؟ الانترفيس قلنا ببساطه سيمبلي ان خد الديبندنس بتاعتك خدها من الكونستراكت، ما تبقاش انت اللي بتنشلايزها جوه نفسك. Receive your dependencies from your construct. The creation version قلنا don't use a new keyword. طب اعمل ايه؟ استعين بصديق. الصديق دوت قد يكون factory او قد يكون service locator او يكون قد يكون IOC container. طيب ال IOC container قلنا ان بيبقى عندك register و resolve. مين بقى اشهر IOC containers؟ اشهر IOC containers ده بقى اللي احنا داخلين يعني عايزين ابلاي بقى واحد فريم ورك موجود في الماركت يعني. حاجتين، واحد اسمه كاسل وينسور. كاسل وينسور دي قلعه موجوده في انجلترا. فكاسل وينسور ديت الديفلوبر تيم اللي عملها هو تيم من انجلترا يعني، كان اول اي او سي كونتينر يتعمل، مش أو يعني اول اي او سي كونتينر الناس ياكسبتوه ويبقى حاجه محترمه يعني. فيعتبر من اقدم اي او سي كونتينرز الديفلوبرز استخدموها، اي او سي كونتينر اسمه كاسل وينسر. فانت ممكن في حياتك وانت رايح تشتغل ديفلوبر تلاقي ان التيم بتاعك بيستخدم الكاسل وينسر، لان بسبب ان هو موجود من زمن بعيد ففي ناس اوريدي عارفينه. تمام؟ طيب تاني اشهر واحد، عشان احنا الناس بتوع مايكروسوفت، مايكروسوفت اما بتنزل حاجه بتلاقي كتير برضه الديفلوبرز بيستخدموها. مايكروسوفت نزلت اي او سي كونتينر سميته يونيتي كونتينر، او سميته يونيتي. فكده عندنا في اشهر اثنين، الاثنين اللي قلت عليهم كاسل وينسر ومين تاني؟ ويونتي. يليهم واحد ثالث انا يعني مش جاوب السلايدز هنا، اسمه ان انجكت. اسمه ايه؟ ان انجكت. فانت عندك ثلاثه كده من حيث اليوجج، اليوجج بتاعهم الثلاثه دول تقريبا ايكوال يعني، كاسل وينسر ويونتي ومين تاني؟ ان انجكت. ممكن نقول ده قالون شويه يعني، لو مثلا ده ممكن يبقى 15% ده 40 وده 40 او 20 40 40 ماشي؟ فاكتر حاجتين بيستخدموا كاسل وينسر ويونتي. طب احنا هنبتدي دلوقتي نشوف يونتي. قلت لكم يونتي ده مين اللي عاملينه؟ مايكروسوفت هي اللي عامله الفريم ورك ده. هروح للسولوشن بتاعنا دوت، واحنا عايزين ننزل يونتي ونستخدمها. عشان تنزل اي باكج طبعا انتوا اكيد يعني عدى عليكم الموضوع دوت، خلاص مفيش حد بيخش داونلود، كل حاجه بتجيبها عن طريق الايه؟ نوجيت باكج مانجر دوت. فاقول له مانج نوجيت باكج مانجر براوز عشان ابقى اقول له حاجات من على الانترنت، واقول له يونتي. هيطلع لك اهي يونتي باي اي ومايكروسوفت مداونلودها 3.3 مليون ديفلوبر مستخدمينها. المهم هقول له اه هي ديت يونتي باي مايكروسوفت، واقول له انا عايز اعملها انستول. بص مش متاكد كومبليتلي اوبن سورس ولا لا بصراحه، فاهم؟ مش متاكد يونتي اوبن سورس دلوقتي ولا لا. طيب بعد ما نزل كده لو انت بصيت على الريفرنسز هنا هتلاقي شايفين الاخوه اللي بادئين بكلمه مايكروسوفت دول، سيبك من سي شارب الثلاثه الاربعه دول، مايكروسوفت براكتس سيرفيس لوكيشن ويونتي ويند كونفيجريشن، هي ديت الحاجات اللي اتعملت. وطبعا انتوا عارفين النوجت باكج مانجر اول ما بتسطب الحاجه بتديك ريفرنس وتخليك جاهز على الشغل على طول. طب عشان نستخدمها بقى، انا قلت لكم اي اي او سي كونتينر هم عاملين كونتينر كلاس، بس بيشيلوا كلمه اي او سي ويحطوا يا جماعه اسمه، فكده في كونتينر كلاس اسمه ايه هنا؟ يونتي كونتينر. انا هكومنت بتاعنا دوت خلينا نكتب كود ماشي برضه من الاول، واقول له ان انا عندي يونتي كونتينر. ريشابر هو بيكمل لوحده معايا، فا يونتي كونتينر قال لك ده موجود في اسامبلي اسمه ايه؟ اوبن نيم سبيس مايكروسوفت براكتسز دوت يونتي. فانا يونتي كونتينر اقول كونتينر
ايكوال نيو يونتي كونتينر زي ما عملت الاي تي اي كونتينر اللي احنا عملناه. بعد كده عشان تستخدم كونتينر انت فهمت الايديا، يو ماست الاول تعمل ايه؟ ريستريشن. فانا هستخدم الطريقه زي اللي عملناها في الاول كده زي الفاي كود، فاي كود فاقول له كونتينر دوت ريجستر. هنا بقى هم مسمينها ريجستر تايب، يعني يونتي مختلفه بس في الاسم الميثود مسمينها ايه يا جماعه؟ ريجستر تايب. طب ريجستر تايب دي لو انا بصيت كده قبل ما اجيبها هتلاقي ان في واحده بتاخد التايب فروم، شايفين التايب فروم از تايب، وفي واحده ثانيه هو مش واضح قوي في الانتي سيلز، واحده جينيريك. عاملين الانفيتيشن ازاي بتاع الريجستر والريسولف؟ فاكرين ايديا اللي انا قلت عليها؟ بيعملوا دايما حاجه باللي هي مش النون جينيريك، وبعدين يعمل الجينيريك بتنادي على مين؟ على النون جينيريك بس يعني، فسواء في الريجستر او الريسولف هو عامل تو اوفرلودز، حاجه نون جينيريك وحاجه ايه؟ جينيريك. فاحنا الريجستر بالجينيريك هقول له لما حد يطلب منك مين؟ شوبر، تديله مين؟ شوبر. ده طبعا اسهل في السنتكس. الثاني لازم اقول له تايب اوف اللي هي النون جينيريك، لازم تكتب تبصيله تايب، اما دي سهله. فاقول له اما حد يطلب دوت رجع له شوبر، وبعدين هقول له كونتينر نفس اللي عاملينه، بس لو انت بصيت على السطر هتلاقي بدل ريجستر بقت اسمها ايه يا جماعه؟ ريجستر تايب دوت ريجستر تايب. هقول له لما حد يطلب منك اي كريدت كارد اديله مثلا فيزا كارد، وبعدين كونتينر هي دوت ريسولف نفس الميثود اللي احنا عاملينها، هي نفس الميثود. نجرب كده، اتاكد ان هو شارج الفاير فيزا، ان الدنيا شغاله تمام كده. تمام انت كده جبت يونتي والدنيا شغاله. طيب نيجي بقى للنقطه اللي احنا قلنا عليها من ساعه ما احنا استخدمنا الاي او سي كونتينرز. ايام ما كنا مستخدمين سيرفيس لوكيتور ما كانش فيه مشكله في الميثود اللي اسمها مين اللي جوه الكلاس اللي اسمه بروجرام، لان سيرفيس لوكيتور ما عندوش ميثود بتحدد تريجستر بيها، انت بتريسولف بس. فبالتالي كده لما كان حد يقول لي البروجرام دوت انا عايز الميثود مين تغير الفيزا الماستر كارد، ساعتها الميثود المين هتقول لك دي مش مسؤوليتي، دي مسؤوليه السيرفيس يا جماعه. بسبب ان احنا استخدمنا الاي او سي كونتينر فانتوا علقتوا ان احنا عاملين ايه دلوقتي هنا؟ ريجستري جوه منها. فبالتالي لو انا حبيت اغير الماستر كارد الطريقه الوحيده ان اخش اغير ريجستريشن هنا. طيب اليونتي بقى والفريم وركس اللي موجوده برضو على سواء كاسل او ان انجكت كلهم عاملين طريقه ثانيه للريجستريشن. الطريقه الثانيه دي بتقول لك ايه؟ انت عشان تبقى كومبليتلي اوبن كلوزد برنسبل، وعشان تبقى كومبليتلي ينفع اي حد يغير التايبس من غير ما يلمس الكود خالص، يعني انا مش عايز المس ايه يا جماعه؟ ستيشر بكود خالص نهائيا واقدر اغير التايبس. قال لك نقدر نعمل الكلام دوت ان انت ممكن الريجستريشن بتاعتك او التايبس احنا مش هنقراها من الكود اصلا، هنقراها من الكونفج. نقراها منين؟ من الكونفج فايل، سواء الاب كونفج لو انت ديسك توب اب، او الاوب كونفج لو انت دبليو سي اف شيربوينت سي ار ام. فانت قال لك كده يبقى ينفع تعمل الريجستريشن بتاعتك فين يا جماعه؟ في الاوب كونفج. كده انت لما بتخلص السولوشن ده تعمل له بيلد وكومبايل، وفي الاخر في الاخر بيبقى عباره عن دي ال انس، يعني السي شارب كود ده بيختفي وبيبقى عباره عن ايه يا جماعه؟ دي ال ان معاها ايه في الاخر جنبها؟ كونفج، سواء اب كونفج او كونفج. دول اللي انت بتاخدهم تحطهم على اي اس، او دول اللي انت بتاخدهم عند الكلاينت تطبقهم عنده، ده الاوت بوت في الاخر بتاعك كسوفت وير عباره عن دي ال انس وكونفج فايل. كده لو احنا عايزين نغير البيهيفير بتاع الابلكيشن بدل فيزا نستخدم ماستر، هل هنحتاج ان احنا نلمس السي شارب كود ونكومبايل تاني؟ لا، ممكن اصلا بالتليفون اقول للكلاينت فكك من فيجوال ستوديو ولا كل حاجه، افتح الكونفج فايل بالنوت باد هتلاقي في كلمه اسمها فيزا غيرها خلاها ماستر. كده احنا ما لمسناش الكلاسز نهائيا، وبقينا كمان حتى مش محتاج كومبايليشن، لان يعني تغيير الكونفج على طول بيسمح الابلكيشن تمام. طب تعالوا ازاي نشوف نعمل الكلام ده. انا هكومنت الكلام ده كده واجي هنا هتلاقي يونتي عمالك حاجه اسمها كونتينر دوت لود كونفجريشن، دي ميثود لازم تنضح عليها اسمها كونتينر دوت ايه يا جماعه؟ ننتقل بقى لمين؟ للكونفجريشن. مفيش كونفجريشن اصلا، بس يعني بقول لك استشار بقى تحط بس الميثود دي، وفي الاخر تنطلق للكونفجريشن تروح تحط الكونفجريشن بتاعك. الكونفجريشن هنا هحطها فين؟ عشان دوت كونسول اف الاب كونفج، لو ويب اف هتبقى في الاب كونفج. طيب هنا انا مش مكسبكت من اي ديفولبر يشتغل بيونتي او كاسل ان انت تبقى قاموس حافظ يعني الكونفجريشن. لا، انا بخش على السايت بكتب فاهمني هل ريجستر باي كونفج، بلاقي اللي في الهيد بتاعها، فانا هدخلكم هنا في السلايد. ففي ده مثلا هو نفس الحاجه ايه، لو انت بتعمل بالكود
هتكتب كونتينر ريجستر شوبر واي كريدت كاردز وبعدين ترسول. لو انت بقى فايا كونفيجريشن فالكود بتاعك هيبقى كده، هتعمل كونتينر وتقول له كونتينر دوت كود. يا جماعه الصفر ده ملوش لازمه، اتغير الموضوع ده. كان زمان في يونيتي لازم تريفرنس سيستم كونفيجريشن يا اما بي دي او، الكلام ده ما بقاش فعلا. المهم ده اللي هتكتبه، وبعد كده هتستخدم طبعا اللي هو ايه، تقول له مثلا شوبر اس اتش مثلا ايكوال كونتينر دوت ريسولف شوبر. كده خلاص انت معاك الشغل، ده السي شارب كود زي ما انتم شايفين، ما فيهوش اي كلمه ماستر ولا اي حاجه. فين الحاجه بقى؟ شايفين الكورت فايل؟ انت هنا ادي كونفجريشن، جوه منها انا بقول لك خد الكود ده، شايفين الكورفيك سكشنز ويونيتي، خد الكود ده كوبي، ده انا جايبه من الهيلب يعني، ودي هنا البيست هيلب. فين الكلام ده؟ تعالوا نقراه ونبص عليه مبدئيا كده. خليهم بس دول كده لايف شويه. طيب ده اللي احنا ضفناه، حاجه اسمها كونفيج سيكشن وحاجه اسمها ايه؟ يونت. ايه كونفيج سيكشن ديت؟ انت اي حد بيكستند الويب كونفيج او بيكستند الاب كونفيج بيكستنده معناها ايه؟ ان هو بيحط جوه الكونفيجريشن، شايفين الكونفيجريشن ديت؟ حاجه باسمه، يعني انا ممكن اعمل هنا مثلا حاجه اسمها اي تي ار. تمام؟ جوه منها يتحط سيتنج. عشان انت تعمل سيكشن للكونفيج اسمه اي تي اي لازم بتيجي على حاجه اسمها كونفيج سيكشنز، بتعرف عن طريق كود، يعني الموضوع ده اوت اوف ذا سكوب يعني، بس بتقول ان انا عندي سيكشن ان شاء الله انا اللي عامله كديفلوبر واسمه كذا، ممكن اسميه هنا مين؟ لو انت اللي عامل السيكشن ده بتسميه بقى بالاسم اللي انت شايفه، هتقول عندي سيكشن اسمه ايه يا جماعه؟ اي تي ار. السيكشن ده عشان الاب كونفيج يفهمه وعشان السي شارب تفهمه لازم فيه كلاس بيديسكرايب. ده كلاس بقى هم اللي كاتبينه يونيتي، او لو انت عايز تعمل زيهم بتعمل كلاس شبه ده. فالكلاس اهو شايفينه ده الاسم، الكلاس بيقول لك كلاس اسم مايكروسوفت دوت براكسز يونيتي كونفيجريشن دوت يونيتي كونفيجريشن سيكشن، ده اسم الكلاس، اللي باقي ده نيم سبيس. ده بيقول لك ده موجود في الدي ال اللي اسمها كذا. فما ينفعش في الويب كونفيج او الاب كونفيج ان انت تزود سيكشن فيه من غير ما تبقى مديفاينه جوه الكونفيج. يا جماعه سيكشن فهم دول هم عملوه ديفولبر زيهم زي كده مايكروسوفت، عملوا سيكشن اسمه ايه في الكونفيج؟ يونيتي. وقالوا طبعا عشان نعمله لازم بنعرف الاب كونفيج او الويب كونفيج ما هو هذا السكشن عن طريق هذا الديكلاريشن اللي انت شايفه. تمام؟ فانا هاخدها بس عشان ارجع تاني كده. ادي يونتي. فانت بعد ما تنزل السطر دوت هتلاقي جوه يونتي، هنا بقى ده المكان اللي هتدي فيه الكونفيجريشن بتاعت اليونتي بتاعتك جوه كلمه يونتي. يونتي بتقول ان انا عندي حاجه اسمها ايه؟ اليمنت كونتينر. طبعا الكلام ده كله زي ما بقول لك ده جايدنس بقى من هم اللي عاملين الكلام ده، فهم المحددين الالفاظ. قال لك جوه يونيتي في حاجه احنا عاملينها اسمها كونتينر، جوه كونتينر في حاجه اسمها تايب دي اوبسليت، معلش يعني سلايد بقى لها سنتين غيروها خلوها ريجستر. يبقى جوه كونتينر في حاجه اسمها ايه؟ ريجستر. ريجستر دي بتاخد منك معلومتين، حاجه اسمها تايب وحاجه اسمها ايه؟ ماب تو. يبقى انت واضح كده عارفين الشخصيه اللي كانت في كود، كل ريجستريشن كنت عايز اعملها هاجي اعملها هنا، هعمل لها ايليمنت اسمها ايه؟ ريجستر. يبقى هو كان دلوقتي كده انت بتكتب يونيتي، جوه يونيتي بتعمل ايه؟ كونتينر، جوه كونتينر بتعمل ايه؟ ريجستر. بتقول له ايه؟ تايب ايكوال، هنكتب حاجه وماكل وتقفل الريجستر. فانت لو عايز شوبر هتقول تايب شوبر ماب تو شوبر، كريدت كارد هتقول اي كريدت كارد ماب لماستر كارد. تمام؟ تعالوا نعمل الكلام دوت. انا هرجستر مرتين فهعمل سطرين اهو. نكتب بقى التايب. اول حاجه عايز ارجستر ان لما حد هيطلب منها شوبر، مش ده اول حاجه هتطلب، هترجع له ايه في الكيس بتاعتنا دلوقتي؟ ما عنديش غير شوبر، رجع له شوبر. ازاي اكتب اسم التايب؟ اي حاجه في الكو كونفج، اي كونفج تايب يتقال لك فيه اكتب تايب، اكتب التايب بتاع سامثنج، سواء الكونفج ده كونفج من اجل الشير بوينت او الويب سيرفيس او الام بي سي او الويب فورمز او اي حاجه، او كونسول ابلكيشن او ديسك توب اب. المهم ان جوه كونفيج طلب منك تكتب اسم يا جماعه تايب. يو ماست رايت التايب عشان تو بريفنت اني ميستيك. تو رايت التايب فولي كواليفايد ويز اسمبلي نيم. يعني ايه فولي كواليفايد ويز اسمبلي نيم؟ اما اقول لك التايب نيم تقول لي شوبر، ده اسم التايب نيم. اما اقول لك الفولي كواليفايد تايب نيم تقول لي امازون دوت شوبر، النيم سبيس دوت اسم الكلاس، ده اسمه فولي كواليفايد نيم. اما اقول لك فولي كواليفايد ويز اسمبلي نيم تقول لي امازون دوت شوبر، ادي النيم سبيس دوت اسم الكلاس، كوما
تدي مسافه وتكتب اسم الدي ال اللي فيها الكلاس ده، تمام؟ او بيتسال عليها اسم الاسمبلي. فانا بقول لك ايه الصح اللي انت دايما عشان ما تغلطش اكتب فور يو كولايفايد ويز اسمبلي نيم. طب هنا دلوقتي الكلاس اللي انا هرسله الاولاني اسمه شوبر، ده موجود في نيم سبيس اسمها ايه؟ شايف هنا؟ امازون. وادي الكلاس جوه امازون اهو. شوبر تمام؟ فانا يبقى امازون دوت شوبر عشان ما اغلطش اهو اخد دي كوبي وادي امازون هكتبها ماشي. امازون دوت ايه؟ دوت شوبر. طيب قلت لكم ده كده بيتسمى ايه؟ نيم ولا فولي كواليفايد نيم ولا فولي كواليفايد ويز اسمبلي؟ ده بس كده فولي كواليفايد. لا انا المفروض الصح اكتب فولي كواليفايد ويز اسمبلي. فانا هقول له كوما واخد مسافه من الحاجات دي كيس لو انت ما حطيتش مسافه هيزعل منك تمام. فمسافه اكتب الاسمبلي نيم. فين الاسمبلي نيم؟ الاسمبلي نيم دوت شايفين البروجكت ده في الاخر هي الاوت بوت بتاعه عباره عن دي ال ال بتبقى فولدر اسمه ايه هنا؟ فين الدي ال ال ديت لو عايز اشوفها اعمل ايه؟ موجوده فين؟ لو انت فتحت البروجكت ده في فولدر اسمه فاليو شايفينه؟ جوه ديباج هتلاقي اهو الدي ال ال ليه؟ ما انا خدت طيب ده عشان هو مش لايبرري هو اكسكيوتابل فايل كونسول فهتلاقي امازون دي تكسي دوت اسمه. اما بقول لك بقى اسم الاسمبلي هو اسم الحاجه اللي انت موجود فيها سواء دي ال ال هنا عشان ديت اكسكيوتابل في اكس اي لكن لو خلاص لايبرري هتلاقي امازون دوت يا جماعه دي ال ال. انت لما بتيجي تكتب اسم الاسمبلي ما تحطش الاكستنشن يعني هتكتب بس كلمه ايه؟ امازون. وعموما انت بقى المفروض ما تفتحش بين دوت اسم الاسمبلي بتاع الحاجه اللي هو هيتحط بقى قدامه دوت اكس اي او دوت دي ال ال حسب البروجكت فايل. تعرف اسم الاسمبلي من هنا رايت كليك بروجكتس على البروجكتس تمام. شايفين الكلمه دي اسمها ايه؟ بص لو انا عملت هنا امازون اي تي اي وعملت ايفنت فاكرين الفولدر اللي انا كنت فاكره؟ تعالوا نروح نشوف كده. هقول له بان ديباج شايفين الاكس اسمه امازون ايه يا جماعه؟ اي تي ار. فانت الاسمبلي نيم مش شرط تفتح، هو الاسمبلي نيم كان مكتوب لك اصلا، الديفولت بيبقى بنفس اسم البروجكت، ده الديفولت لوحده يعني. المهم انا كده غيرته فهبقى مجبر ان اعمل ايه دلوقتي؟ هقول له اللي في الاسمبلي اللي اسمه ايه؟ امازون. انا كتبتها ايه؟ كابيتال ولا سمول؟ كانت كده؟ اصل كيس سنسيتيف. كانت كده؟ ماشي. طيب هقول له دوت لما حد ينده عليه هترجع له شوبر اللي موجود فين؟ في امازون اي تي اي دي ال ال او اسمبلي. وبعدين السطر الثاني ما انا ماشي. خليه كده ولا ده اللي في الثالث ده؟ عشان كلنا في نفس النيم سبيس فانا عملتها كوبي كده اسهل. هقول له بقى لما حد يطلب مين الحاجه الثانيه اللي ريجسترها؟ اي كريدت كارد. فاقول له لما حد يطلب اي كريدت كارد اللي في الدي ال ال اللي اسمها امازون اي تي اي اديله امازون دوت ليت سي فيزا كارد او ماستر كارد اللي في امازون اي تي اي صح؟ تعالوا دلوقتي انا هغلط في اسم الحاجه يعني كده شايفين في الكونفجريشن حاجه يا جماعه غلط وانا طالب جوه شوبر. فاللي هيحصل ان هيجي يروح للشوبر هيعمل زي اللي احنا كنا عاملينه عامل ريكيرسيف فانكشن هيلاقي ان شوبر عايزه بارامترز هيروح يلاقي ان عايزه اي كريدت كارد هيقوم رايح اي ريجستريشن دوت هيلاقي ان هي انت قايل له ان المفروض الاي كريدت كارد بتماب لمين؟ ماستر كارد فوق هيديني اكسبشن يقول لي مفيش حاجه اسمها ايه؟ ماستر كارد فوق. بصوا اسم الاسمبلي اتغير فوق كونفيجريشن سيستم فيلد تو انيشلايز. طب كونفيجريشن ديت ممكن ابقى انا كاتب اصلا حاجه غلط اونلي وان كونفيج سيكشن. سو وان كونفيج سيكشن انا كاتبها مرتين. اما يجي لك انيشلايزيشن اكسبشن معناها ان اصلا في مش موضوع احنا ما وصلناش اصلا لكلمه ريسول. احنا اصلا في الاول خالص الاب كونفيج بايظ كونفيج سيكشنز قال لي لازم تبقى موجوده مره واحده
ماشي. في حاجة مش مظبوطة. انا شفت كونفيجريشن. انا معلش بصحة الايرور الكود ديتيل، بس يمكن كده هجاس ان هو كونف اكسبشنز اول حاجه. هي ميك سنس يعني، بس شوف. تمام كده صح يعني. تمام، الكونف سيكشن ديت اللي هو الان دي اللي بتديكلير سيكشنز، فدي لو انت عامل يور سيكشن وهتحط كلمه كونف سيكشنز لازم تبقى اول حاجه في الكود. تمام كده بقى الايرور حاجه تانيه، بيقول لي ايه كده؟ ذا تايب امازون ماستر كارد 4. تمام، ده مش موجود كده. ابتدى بقى الايرور بيميك سنس. تمام، ان هو فعلا انا كاتب يا جماعه حاجه غلط. طب تعالوا كده وبصوا، الايرور كان واقف عند كلمه لوب كونفجريشن. فلاحظ ان لوب كونفجريشن عملت ايه؟ كانت بتتاكد فعلا ان في تايب بالاسم ده وما بتوصلش حتى ان يوصل ريسولف. هي وهي بتقرا الكونفجريشن انت قلت لها في بلس وكذا، فبتتاكد عشان قدام ما تديش اكسبشن. طب انا دلوقتي لو رحت عملت كده كده انهي سطر اللي هيدي اكسبشن؟ انا عملت دلوقتي كومنتيت اصلا ان الاي كريدت كارد از ريزولف الوات ايفر، كده مفيش ريستريكشن غير كلمه مين؟ شوفر. كده في اكسبشن هيجي. هيجي ليه؟ عند انهي سطر؟ ده ولا دوت؟ لود كونفجريشن ولا ريسولف؟ ريسولف. ليه؟ لان هو مجستر خلاص وات ايفر انت عملته، وطالما انا كاتب حاجه صح الريجستريشن رايه من الكونفج تمت بنجاح. ولكن ريسولف بقى اللي هتزعل، ريسولف هيروح يعمل لها هيلاقي لها عايزه مين؟ اي كريدت كارد، يروح يقرا الكونفجريشن اللي هو كان قراها ديت مش هيلاقي الكلام ده. تعالوا نشوف الايرور كده. قال لك دلوقتي شايفين additional information resolution of dependency field type Amazon Shopper. هو طبعا مش مديك كل التفاصيل، بس يقول لك امازون شوبر ده ما عرفتش ارضيه، ما عرفش اجيب له الحاجات اللي هو عايزها. هو كان عايز منه ايه يا جماعه؟ اي كريدت كارد، بسبب ان هو مش عارف، مش متجسر عنده الاي كريدت كارد دوت المفروض يتعمل فيه ايه، فهو بالتالي ما عرفش يعمل الشغل. والايرور اهو جاي فعلا على السطر بتاع الشغل. تعالوا نروح بقى نصلح كل حاجه ونخلي الدنيا شغاله. كده هرجع السطر دوت، بس هقول له لما حد يطلب اي كريدت كارد شيل بقى كلمه فور اللي كنا كاتبينها ديت، رجع له ماستر. كده الدنيا يا جماعه شغاله. دلوقتي بقى لو جه واحد قال لك انا عايز اغير الماستر كارد فيزا كارد، الطيب دوت امبلمنت كونكريت امبلمنتيشن تاني، صعب الموضوع؟ هنخالف اي برنسبل؟ كده احنا مقابلين بقى مين؟ كل البرنسبلز اللي في الحياه. تمام؟ جايبين واحد كرييتور ادي سنجل الميكانيكيتات بتاعنا سنجل ريسبونسابيلتي، وعاملين الانترفيس انفيرجن الشوبر واخد حاجته من الـ من الـ من الـ من الكونستراكتور، وعاملين اوبن كلوز برنسبل اي كان ان انا انجكت اذر بيهيفيرز الكلاس بتاعي عن طريق ان انا بباصي امبلمنتيشن مختلف، فبغير بالتالي الحاجه اللي هتقدر تعملها الشوبر ديت. فعامل اوبن كلوزد كمان برنسبل، وعاملين ديبندنسي انفيرجن. ديبندنسي انفيرجن اللي مخليين في واحد تاني اللي مسؤول عن الكرييشن بتاعه. طيب فهنا كده بالتالي اقول له انا عايز فيزا كارد، هتلاقي الدنيا شغاله من غير ما اعدل في الكود ولا اي حاجه. طب اخر حاجه انا هعمل بقى كمان سيناريو، انا دلوقتي هقفل السوشيال خالص دوت، هفترض ان البروجكت دوت شغال خلاص، وانا هديه لكلاينت، فانا هروح اوبن كود ده باشمهندس. ده الفولدر اللي انت المفروض تديه للكلاينت. طبعا لما بتديه له المفروض بتبقى عامل انستولر بحيث يبقى فيه شورت كات للبتاع بتاعك على الديسك توب، مش هيحط هو الفولدر كده يعني. بس المهم انا خلاص انا مش عايز البتاع ده، هات الفولدر ده كوبي اهو حطيناه على الديسك توب، اعتبروا لي انا كده كلاينت. تمام، مفيش بقى فيجوال ستوديو ولا اي حاجه. فين ده برضه؟ معلش كوبي. تمام،
كده طبعا بقى بقى انت بتبقى حاطط له شورت كات او يخش يدوس عليك سي براحته يعني كده، ودوس اهو الدنيا شغاله تمام. انا كده ككلاينت اصلا من غير بقى كومبايليشن ولا اي حاجه ولا فيجوال ستوديو اقدر اعدل في حاجه، فين الكونفيج؟ اهو بيبقى بنفس اسم الاي اكس اي بتاعك دوت كونفيج، يعني بتاخد الحاجه اللي في الاب كونفيج ده وبتعمل فايل لما انت بتكومبايل بنفس اسم الاي اكس اي الاسمبلي نيم بتاعه دوت اكس اي بس في الاخر دوت كونفيج. فتقول للراجل بقى افتح الكلام ده بنوت باد وممكن يعمل ايه؟ يغير ديت يخليها ماستر. بقت الدنيا ماستر، فشايفين كده كومبليتلي اصلا من غير حتى كومبايليشن ولا اي حاجه، انت بنوت باد تعرف تغير السيستم بتاعك. طب تعالوا دلوقتي انا هتكلم بقى على كمان اكستنسبيلتي. اوبن كلوز برنسبل ده بيقول لك ان انت كمان المفروض زي ما قلت لكم ان انت تقدر تعدل في البيهيفير بتاع الكلاسز عن طريق ان انت تديها اذر كونكريت امبلمنتيشنز من غير ما تعدل في الكود. انا دلوقتي جه ان احنا عندنا في كريدت كارد اسمه ايه؟ فيزا، وحاجه عندنا اسمها ايه؟ ماستر. احنا عايزين انا ككلاينت خلاص خدت الكود ومسكته بقى، انتوا الكود بتاعكم بتاع شركته اختفى، شفت ديليت ما بقاش في كود لسه، انا ما عنديش غير دي ليز ده. فانا جيت ككلاينت عندي ديفلوبر شغالين عندنا، قلت لهم يا ابني البتاع دوت انا عندي فيه فيزا وماستر وانا مش عاجبني الفيزا والماستر. طب ايه؟ انا عايز استخدم حاجه اسمها ديبت كارد. تمام؟ ديبت كارد ده حاجه مش موجوده اصلا. وانا عايش اصلا الكود بتاعكم. تمام؟ انا ديفلوبر بقى من الشركه الاخرى، تمام؟ انا عايش اصلا الكود بتاعكم. بس انتوا كنتوا مديني ممكن هيلب كده، قايلين لي على فكره ده انتوا ده احنا مستخدمين اي او سي كونتينر والحاجه موجوده في الكونفج. دي انا معلومات الديفلوبر ممكن تبقى صور يعني دوكيومنتيشن عن الابلكيشن. وان انت ممكن في انترفيس اسمه اي كريدت كارد يو كان رايت يور اون وروح ابديت الكود. انا المعلومات دي بالنسبه لي شوف هو مش مديني كود بس حبه المعلومات دي كانت تخليني اعرف اكستند الابلكيشن وايفن بقى احط فانكشناليتي ما كانتش موجوده بالاوريجنال ديفلوبر اصلا. يعني الاوريجنال كومباني اللي عملت الابلكيشن في فيتشر انا هزودها دلوقتي هم اصلا ما كانوش عاملينها. انا هنا مش بختار بقى من حاجاتهم، ده انا بعمل كده اسمها اكستنسبيلتي جديده تامه. تمام؟ بعمل حاجه سامسونج ما كانش موجود اصلا قبل كده خالص. طب ازاي اعمل الكلام دوت؟ انا بمعلوميه ان انت قلت لي ان في انترفيس اسمه اي كريدت كارد المفروض بتقول للديفلوبر موجود في انهي دي ال ال او في انهي اي اكس اي. انا هنا في شايفين الفولدر ده في دي ال الز كتير واكسات كتير وحاجات زي كده. فهو قال لي الحاجه دي موجوده في امازون دوت اي تي اي دوت اكس اي. شايفين ديت؟ ده الاسمبلي اللي موجود في الانترفيس دوت. طيب هقول لك خلاص زي الفل. هروح انا بقى كديفلوبر المعلومات دي بالنسبه لي كافيه جدا. عامل بروجكت بالفيجوال ستوديو بتاعي. فيجوال ستوديو 2015 عندي بيموت لحظه الفتح. انتوا عندكم كده ولا الدنيا عندكم سريعه؟ اللي عنده 2015 يعني من وقت ما اقول له افتح بيقعد وقت كتير عقبال ما هو قاعد بتاع مثلا نص دقيقه عمال ايه. هو 2013 عندي صاروخ لكن 2015 انا حاسس ان هو في مشكله من مايكروسوفت يعني. ليه؟ 12 لا 12 كان بيموت معايا. طب انتوا عاملين في نفسكم كده ليه؟ طيب انا داخل دلوقتي اعمل ايه؟ انا كده ديفلوبر ماليش علاقه بالناس بتوع امازون دول. ماشي؟ انا بس كان معايا الدي ليلز والحاجات اللي انتوا بعتوها لنا ديت وبستخدمها كلاينت عادي. فانا ساعتها هعمل انا عايز اعمل كلاس جديد عشان اكمل كلاس ده مش اي اكس اي. فاروح اعمل كلاس لايبرري جوه منها كلاس. واسميه مثلا انا هعمل اي تي اي ديبت كارد. ماشي؟ وادي اسم البروجكت عملناه. يلا يا كابتن. طيب
كده احنا فين يا جماعه؟ جوه البروجكت. البروجكت دوت هل يعرف اي حاجه عن امازون؟ لا، بس انا عشان امبلمنت انترفيس لازم ريفرنس ايه؟ الاسمبلي اللي في كلمه اسمبلي ده يعني ايه؟ سي او دي ال، دول الاثنين بتاع عنهم اسمبلي. لازم ريفرنس الاسمبلي اللي فيه يا جماعه؟ الانترفيس اللي انت هتمبلمنت. فانا عارف ان هو موجود في الديسك توب، انا عارف بقى مكانه، ما انا واخده من كوبينو وعندنا بقى والشركه شغاله بيه. فاقوم رايت كليك هنا وهقول له اد ريفرنس. هيقول لي ريفرنس على ايه؟ هقول له ريفرنس على سمثنج انا هبراوز عنه، واروح ديسك توب. شايفين فولدر ديباج دوت؟ هو ده اللي فيه الحاجه. واقول له ريفرنس على الاخ ده امازون اي تي اي دوت اكس اي اس. تمام؟ اجيبه لي واقول له اجي هنا اعمل بقى. انا عندي، انا عايز اعمل ديبت كارد، ده الكلاس اللي هعمله. ده بي امبلمنت مين؟ اي، هلاقي الريسيفر هو جايبه على طول وهيظبط معايا، الا لو انا عامل اي كريدت كارد انترنال. تمام؟ في الحاله دي انا هزعل وهروح الكومبايل تاني. طب مش حد يقول لي انا هعمله انترنال عشان خاطر اما نيجي نعمل الحته ديت؟ هفتح السوليوشن الثاني فيديو سوري ثاني خليها بابليك. ما هو ده من ضمن على فكره الحاجات، انت لما تبقى ديفلوبر بتعمل فريم ورك او تعمل ويب ابلكيشن حتى يعني، خلي الانترفيس كلها بتاعتك تبقى بابليك فور اكستنسبيلتي. لو انت مستخدم الاي او سي كونتينر، فانت بالتالي لو الانترفيس كلها بابليك ينفع اي حد لما ياخد الابلكيشن بتاعك دوت حتى لو الكود مش موجود يفتح بروجكت زي ما انا عملت كده ويمبلمنت الانترفيس دوت، يكتب اذر امبلمنتيشن. لكن لو الانترفيس مش بابليك كده انت قفلت ايه يا جماعه؟ الاكسترنال اكستنسبيلتي، الاكسترنال اللي هو باي اذرز اللي هو كانوا ممكن يعملوها ما بقوش دلوقتي يقدروا يعملوها. الكلاسز هي اللي تعملها انترنال لو عايز. ليه؟ الكلاسز دي يور اون، انت اللي كاتبها وهم ما لهمش فيها يعني، هم ما حدش ليه ان هو يقرا كود. دي ممكن تعملها انترنال والدنيا تبقى زي الفل ما فيش مشكله. لكن الانترفيسز دي الابستراكشن بتاعك اللي انت عايز الناس لو عايز يكستندوا يكستندوا هذا الابستراكشن. تمام؟ طب فانا هنا هفتح امازون تاني دوت. طيب هروح في الامازون دوت وهخلي الانترفيس يبقى ايه؟ اعمل ريبيلد. بعدين نروح ناخد بقى الحاجه طبعا على الديسكتوب. هيقول لي ريبليس، هقول له ريبليس وكل ده. طيب كده الدنيا، ارجع بقى لمين؟ للسولوشن اللي احنا كنا عاملينه اي ديبت كارد ده. ملاحظين هو اوتوماتيك اما غيرت طلع يعني، هو انا مقاد ريفرنس دلوقتي، هو مقاد ريفرنس على البتاعه دي في الفولدر، ففيجوال ستوديو بي اوتوماتيك اول ما حصل تشينج في الفولدر راح عمل ريفرنس من جديد. هو دلوقتي ضايف على الفايل بعد ما احنا عدلناه، فبقى دلوقتي في حاجه اسمها ايه؟ اي كريدت كارد. بقى الانتي ليسنس وكل حاجه اريحه. ماشي؟ اللي موجوده فين؟ في امازون. فانت بتكستند اي كريدت كارد اللي عاملينه للناس بتوع امازون. هقول له امبلمنت الانترفيس، هيحط لي الميثود ديت. فانا برضه هعمل كونسول تري. هو انا كده مديك سورس كود؟ لا لا ما ينفعش تدي يعني. بص كده كده اي كود يكون ريفلكتد يعني، بص اي كود ممكن ريفلكتد، بس احنا اصلا انا مش قاصد ان اقفل الكود. انا لما بدي ابلكيشن ببقى قاصد ان في اكستنسبيلتي بوينتس يعني. انت لما مايكروسوفت بتعمل ام بي سي، بتعمل دبليو سي اف، او انت حتى لما تعمل ابلكيشن وهتدي لي كلاينت، الكلاينت ده ممكن يبقى عنده ديفولبرز، فممكن يبقى فيه سمثنج انت كنت عامله هم عايزين يكستندوه يخلوه يبيهيف بطريقه ثانيه، وانت مش مديهم كود، مش مديهم سورس كود خالص.
بس يوزنج ان انت عامل لكل حاجه انترفيسز وانت بتستخدم الانترفيسز وجايب مستخدم الاي اس سي كونتينرز، فانت بالتالي مخليهم ان هم يقدروا الانترفيس دوت هم عارفين الامبلمنتيشن بتاعه الكرنت اللي موجود في الابلكيشن بيلت ان او الديفولت امبلمنتيشن اكس، هم عايزين يعملوا حاجه جديده اسمها نيو اكس، فيقدروا بسبب ان انت عامل انترفيس بابليك زي كان امبلمنت الانترفيس دوت في بروجكت مستقل زي ما انا بعمل كده، ويجوا بعد كده في الريجستريشن هنشوف هنعمل ايه بقى في الويب كونفيج، يقولوا ان ان الاي اكس دوت بقى الامبلمنتيشن بتاعه سوبر هيرو اكس اللي احنا عاملينه جديد. انا ساعتها في الحاله دي ببقى قاصد ان اعمل انترفيس بابليك عشان انا قاصد ان الفريم ورك بتاعي اكستنسبل، وده ميزه السوفت وير مش عيب. تمام؟ الا لو انت عامل السوفت وير دوت يعني حاجه اللي هو عاملها المخابرات العامه يعني فاهم؟ وتش ده احنا ما بنعملوش. ما فيش حد بيعمل الكلام دوت. وانت ما بتشوفش اصلا الكود ده خالص. لكن لما انت بتعمل مايكروسوفت لما بتعمل فريم ورك او احنا لما بنعمل فريم ورك اول فيتشر بحطها لك اكستنسبيلتي. المقصود بالاكستنسبيلتي لما الراجل يقول لك في الابلكيشن اكستنسبيلتي معناها انه مش هدي حضرتك السورس كود، معناها ان هو مابلاي التكنيكس اللي احنا بنعملها ديت اثناء ما كان بيعمل سوفت وير، فممكنك انت كراجل هيبيع لك السوفت وير دوت ان انت يو كان تراي يور امبلمنتيشن للانترفيسز البابليك اللي هو عملها. فعشان كده عارف يقول لك بقلب جامد الفريم ورك ده اكستنسبل، وتش از ذا كيس مثلا في الام بي سي في الدبليو سي اف، يعني في الام بي سي في حته مثلا ممكن ما تبقاش عجباني الراوتنج مش عاجبني، هم عاملين اي كان رايت ماي اون راوتنج. تمام؟ الدبليو سي اف مش عاجبني الحته مثلا اللي فيها اللي بيحول الاوبجكت لاكس ام ال، اي كان رايت ماي اون سيريالايزر، هم عاملين يقول لك في حاجه اسمها اي سيريالايزر، احنا كاتبين اور اون شغال لوحده من غير ما انت تعمل حاجه. تفرض انت عايز اكستند مش عاجبك البيهيفير اللي شغال في الفريم ورك ده، هو عامل انترفيس وامبلمنت الديفولت امبلمنتيشن ومديني عشان عامله بابليك اي كان رايت ماي اون، وحاطين برضو ويز ازاي بقى انجكت يور اون، تمام؟ اللي هو حاجه زي الكونفج اللي احنا عاملينه دوت، فتيجي في حته معينه تقول اي اكس بقى الامبلمنتيشن بتاعها بدل ما الديفولت اكس بقى السوبر هيرو اكس الجديد دوت. تمام؟ فدي فيتشر في السوفت وير بتخلي ان انت تقول الابلكيشن بتاعك دوت اكستنسبل. تمام؟ ان انت بقى تشفره او تعمل حاجه زي كده ده ما تعملهاش الا لو في نيه، انت لو في نيه لحاجه زي كده، بس انا بقول لك في معظم البيربز بتاعت السوفت وير اللي احنا بنعملها العاديه ما فيش بيربز ان انا انكريبت الكلام ده. طيب فانا هقول له كونسورت دوت رايت لاين عشان بس نتاكد ان فعلا البتاع دي اللي بيتنادى عليها تشارج فايا ديبت كارد. لو دي اللي ظهرت يبقى فعلا الكلاس ده هو اللي يا جماعه هو اللي اتنادى عليه. طيب نعمل ايه بعد كده؟ هروح على البتاع دوت هابلده واخد الفولدر الدي ال ال بتاعته، يعني انا كده مش انا معايا فولدر كان فيه دي ال ال بتاعت الشركه الاصليه انا لسه ما لمستوش، انا ريفرنس بس عليه لكن ما عدلتش فيه حاجه. هاجي بقى البروجكت اللي انا عملته كتبت فيه كود، اروح افتح هلاقي شايفين الدي ال ال ديت اي تو اي ديبت كارد عشان ده كلاس لايبرري، فالاسمبلي الاوتبوت بتاعه دوت دي ال ال، هاخد الدي ال ال دي مش عايز اي حاجه ثانيه، الحاجات الباقيه دي كلها الفيجوال ستوديو بيعملها مالهاش لازمه. اروح بقى مين؟ شايفين ده؟ وخلاص شكرا هؤلاء الاخوه مش عايز. اروح ده كده وبست فيه مين؟ اي تو اي ديبت كارد. تمام؟ مش ده كده اللي فيه الكلاس بتاعي؟ افتح بقى مين يا جماعه؟ مين اللي فيه ريجستريشن؟ الكونفج اهو. خليه نوت باد بلس بلس عشان يبقى ملون الحاجه. هقول له بقى هنا لما حد يطلب منك اي كريدت كارد اديله مين؟ نيم سبيس دوت اسم الكلاس، اسم الكلاس ايه؟ ديبت كارد. طب اسم الاسمبلي كان ايه؟ كنت انا مسميها اهو مكتوب يعني موجود على الدي ال ال، يعني الاسمبلي انت مش انا مبستنها خدها كوبي اهو من غير النيم سبيس قلت لك خدها كوبي عشان ما تتلخبطش، ده هو ده اسم الاسمبلي. طيب باي ديفولت اسم النيم سبيس بتاع الـ بتاع الكلاسز اللي موجوده جوه الاسمبلي هو بيساوي اسم الاسمبلي الا لما بتعمل فولدرات، يعني انت عملت بقى جوه اللايبرري بتاعتك فولدر اسمه محمد هيبقى النيم سبيس بتاعت الكلاسز اللي في محمد هي اي تو اي ديبت كارد دوت محمد. لو جو محمد عملت محمود يبقى الكلاس اللي في محمود اي تي اي ديبت كارد دوت محمد دوت محمود. انا الكلاس ده كان موجود جوه الاسمبلي على طول مش جوه فولدر جوه فولدر، فالديفولت نيم سبيس بيبقى بيساوي اسم الاسمبلي. يبقى الاسمبلي كان هيبقى ايه؟
طبعا انت ممكن تفتح البروجكت تشوفها، بس انا بقول لك من غير ما اشوف انا عارف يعني كده. المفروض اقول له سيف واروح ارن الابلكيشن، الاقيه هيطلع لي ايه؟ كده الابلكيشن بتاعي اكستنسبل كومبليتلي اكستنسبل. انت كده انا مش مديتك يعني ما اديتكش سورس كود، وكنت قادر تغير اصلا في الحاجه، بلس ان كمان غير التغيير في الحاجه انت كنت قادر تبروفايد يور اون امبلمنتيشن ككلاينت للسوفت وير دوت، تكتب يور اون وتيجي في الكونفج تقول والله الحاجه ديت بقت موجوده في الكلاس الفلاني اللي في الاسمبلي الفلاني. صعب كده؟ طيب ده بيمكننا بقى ان انت سوفت وير انجينير بيسمى ان انت عملت ديكابل سيستم. يعني ايه ديكابل سيستم او ديكابل كومبوننتس؟ ان الكومبوننت بتاعتك اللي هو الشوبر والكريدت كارد والحاجات ديت ما هماش كابلد على حاجه معينه. الشوبر مش كابلد على الماستر، ولا الشوبر كابلد على الفيزا، لا الشوبر بقى ديكابلد تماما عن هو ايه الكونكريت امبلمنتيشن. الديكابلنج ده حصل بسبب ان الشوبر بقى بيعتمد على ابستراكشن، بقى يقول انا عايز اي كريدت كارد، تمام؟ بلس ان الديكابلنج بقى هنا ديكابلنج كومبوننت، انا كمان مخلي ان انت يو كان رايت يور اون كومبوننت and extend the existing system. تمام كده؟ طيب كفايه كده عليكم النهارده. هو انا يعني بالنسبه للتوبكس في الحاجات ديت الموضوع انا ممكن بفضل اشرح لحد ما الناس بتجيب اخرها يعني.